حلمي ان انا يبقى عندي مشروع فعلا خاص بيا، يعني ده اللي بسعى ليه وربنا ييسر ان شاء الله. كلمات وصفت احتياجات محروسة سائقة التريسيكل لتساعدها في استمرار الحياة والحفاظ على أسرتها بعد أن تم عرض قصتها عبر برنامج من مصر. فتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجاتها والاستجابة لمطالبها لأكثر مما كانت تتوقع. ما هو مش ممكن أبدا أن هي يعني أقول ست محروسة أو أقول أختي أو أقول بنتي تقول يعني نفسها أنا شرفني أن أكلمها. أنا اللي شرفني أن أنا أكلمك بنتي. ربنا يخلي سعادتك يا ست رئيس. ازاي يا ست محروسه اتكلمي. انا بسمع سعادته والله بسمع. معلي خليني الاول انا اهنيكي واقول لك يا بنتي ربنا يكبر خاطرك ويعينك ويوفقك ويطرح البركه في جهدك وتشوفي ده في اولادك. هكذا تمت الاستجابة لمحروسة التي ما زالت الدموع تنهبل من عينيها معبرة بكلمات بسيطة كبساطة أم مصرية تكافح من أجل أبنائها. فرحانة قوي، البضاعة بتاعت الكشك بتنزل والكشك اتحط. مش عارفة أقول إيه لسه ترايس غير ربنا يبارك لي في عمره ويجازي ألف خير عني وعن ولادي ويجازيكم كل خير إنكم وصلتوا صوتي. يعني مش عارفة أقول لكم إيه. أحمد ونورهان ارتسمت عليهم الفرحة عندما استلمت والدتهما طلباتها فقرروا أن يقفوا إلى جانبها. بعد المدرسة هاجي أساعد ماما وبحب الست الريس. هو ده في الحياة بصراحة ما كنتش متخيلة جدا، يعني هو عبارة عن إنه حلم وعايزة يكمل، عايزة أفضل نايمة في الحلم ده ما صحاش منه خالص. تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمكالمة هاتفية عبر برنامج من مصر للاستجابة وتلبية طلبات محروسة يؤكد أن القيادة السياسية والدولة بأجهزتها تقف جنبا إلى جنب مع المواطن ليخط الأزمات وتسهيل العقبات لتوفير الحياة الكريمة لمحروسة وكل المصريين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما كنتش أحلم أن ربنا يكرمني بكرم الواسع قوي ده من عنده من فضله، يعني الحمد لله. من مصر ياسمين جبريل.